بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة متابعي مدونة المترجم محمد أبو ريش، وأخص بالذكر الباحثين على مستوى الماجستير والدكتوراه الذين يعملون الأبحاث الخاصة في الترجمة الشفوية الفورية والتتابعية. أهلا وسهلا بكم جميعا. لدينا هذا البحث الثاني من هذه السلسلة الذي سنتحدث به أيضا عن الترجمة في مجال المحاكم، وأذكركم أن هذا هو التخصص الدقيق لدي، لذلك لن أخرج عنه. من ناحية الأبحاث هذا هو الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أتحدث عنه حاليا. البحث الأول كان يرتبط بالمحاكم، وهذا البحث أيضا في المحاكم. هذا البحث سيتحدث عن خلاف وآراء متضاربة، تضارب الآراء بين المترجمين الشفويين العاملين في مجال المحاكم من جهة، والمترجمين الشفويين وعفوا القانونيين الذين يعملون مع المترجمين. ما هي وجهات نظرهم حول دور المترجم الشفوي؟ ما الذي يجوز له أن يفعله؟ ما الذي لا يجوز له أن يفعله؟ ويخلص الباحث تخلص الباحثة في نهاية هذا البحث إلى وجود تعارض بينهما، وتقول أن ذلك قد يؤثر على القرارات التي تستخدم وتتخذ في تعيين المترجمين، وفي أيضا المنظومة القانونية كاملة في المحكمة. دعونا نستعرض معا هذه الخلاصة وهذا البحث. سوف أسلط الضوء على بعض النقاط الموجودة في هذا البحث وأفسر بعضها أو أوضح بعضها لعلها تكون مفيدة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم إذا مجددا. هذا هو البحث إذا الذي لدينا: Conflicting views and courts interpreting examined through surveys of legal professionals and courts interpreters. إذا هذا هو Conflicting views، هي تضارب الآراء حول الترجمة الشفوية، وسبب وهذا التضارب موجود من خلال استبيان ومس دراسة مسحية أجرتها الباحثة بين المتخصصين القانونيين والمتخصصين في الترجمة الشفوية. كما العادة في أي بحث كان، يبدأ البحث بخلاصة أو بأبستراكت مستخلص عن البحث، وبعد ذلك ينتقل إلى المقدمة. في هذه المقدمة تتحدث الآن، أنا أتابع معكم هذه القراءة. أولا تقدم لنا الباحثة ملخصا أو تعريفا للترجمة الشفوية. فالترجمة الشفوية هي عبارة عن علاقة تفاعلية تواصلية، يعني بين أشخاص لا ينتمون إلى المجموعات اللغوية ذاتها، كل واحد يشتبه إلى كوميونيتي، لانجويج كوميونيتي. لانجويج كوميونيتي طبعا مصطلح في علم اللغة. فإذا من خلال مترجمين شفويين، إذا تكون هذه العلاقة التفاعلية التواصلية بين الناس من مختلف اللغات أو المجموعات اللغوية عن طريق المترجم الشفوي، هو الذي يتواسط بينهما لتحقيق هذا التفاعل. وذلك تقول الباحثة يعني يرتبط أيضا بالذهاب والإياب بين مجتمعين اللغويين من ناحية اللغوية ومن ناحية الثقافية أيضا. عادة ما يبحث المترجم الشفوي تقول عن المكافئات اللغوية والمكافئات الثقافية. إذا يواجه المترجم بعض الإشكالات الخاصة باللغة والثقافة، لأنه يصعب أن تكون هناك لغتان متماثلتان في كل شيء يعني. وتحدث الباحثة تقول إننا بسبب هذه الإشكالات الـ cultural backgrounds والمشكلة، يحتاج أن يكون المترجم الشفوي على كفاية، على قدر من المهنية العالية. يجب أن تكون لديه معارف مفصلة وليست معارف سطحية بالثقافات الخاصة باللغتين. هذا هو رأي الباحثة وفقا لدي جونغ 1992، اللوحات التي قدمها دي جونغ. أيضا هذا الباحث كتب أشياء عن هذا الموضوع، عن الترجمة، هو من الباحثين المهمين لديه. وتقول أنه يجب أن يكون المترجم الشفوي يفهم بالثقافة وحساسية الثقافة بين دولة أخرى وبين لغة أخرى لكي يتمكن من الترجمة فيما بينهما. فهذه القيم الثقافية والعادات والتقاليد يجب أن يعرفها تماما من أجل أن يعرف كيف يترجم. أنا الصراحة حدث معي هذا الشيء في سياق المحاكم الأمريكية عندما كنت أترجم شفويا، كان ذلك قبل عدة سنوات. فكانت هناك مشكلات ثقافية، لكنني من البداية تحدثت إليهم، قلت لهم: هل تريدونني أن أشير إلى أي مشكلة ثقافية أم لا؟ قالوا: أشر لنا بأي مشكلة. فالذي حدث فعلا أنها ذكرت كلاما يغير القضية كاملة الشاهدة. فترجمت لهم ما قالته، ثم قلت لهم: لقد استخدمت استخداما لغويا ثقافيا، نحن في ثقافتنا باللغة العربية
نفعل كذا ونفعل كذا، نقصد كذا ولا نقصد كذا، هذا ما فعلته. لماذا أذكر لكم هذه القصة؟ سأشرح لكم لاحقا. هذه القصة ستساعدنا بفهم أشياء لاحقا. أيضا حدث شيء آخر. قالوا لها ماذا شعرت عندما حدثت قالوا لها ماذا شعرت عندما حدثت المشكلة؟ فقالت بالحادث، يعني قالت أنا لم أشعر بشيء لأنه كذا وكذا وكذا، فأيضا شرحتها لهم. سألوها أيضا سؤالا بالإنجليزية، What happened when the car pumped into your car، بهالمعنى ذكرها. اعترضت المحامية الأخرى فقالت أنا أعترض، هذه الكلمة قاسية فيها تحيز ولا نستطيع أن نترجمها. قالوا لي أخبرها بالسؤال وقل لها لا تترجم، لأنه يعني اعتراض، وقبل الاعتراض أنه اعتراض مقبول. ففعل ذلك، ترجمت الكلام وقلت لها لا تجاوبي، ثم قلت لهم هناك مشكلة ثقافية لغوية هذه المرة وليس ثقافية. قالوا لي ما هي؟ قلت لهم وقتها أن الكلمة لم أجد في العربية غير كلمة واحدة، ضربة. وقلت لهم كلمة ضربة حيادية أصلا، لا يوجد فيها أي تحامل ولا تحيز. فقبلوا مني هذا الكلام، قبلوا مني هذا الكلام، وماذا فعلوا؟ استمرت المحاكمة وقبلوا منها أن تجيب عليه، فرفعوا الأوبجكشن وكتبوا كلمة ضربة، هيك كتبوها بالإنجليزي. هذه مهمة جدا، هذه القصة التي أخبركم بها مهمة جدا الآن لكي نفهم فيما بعد ما الذي تذكره الباحثة فيما بعد. إذا ننتقل، تتحدث الآن ما الأبحاث السابقة؟ تقول هناك نماذج حديثة يعني مؤخرا وجدت. النموذج هي الطريقة التي نتعامل فيها مع الظاهرة، ظاهرة الترجمة الشفوية. فتحدث بعضهم عن النواحي الاجتماعية اللغوية، تحدث بعضهم أيضا عن تحليل الخطاب، تحليل الخطاب كثير ذكر في تحليل الترجمة الشفوية، لكن الإشكالية كما يقول بوشاكر، يعني بوشاكر تحدث عن الموضوع، قال إن المشكلة الأصلية في الترجمة الشفوية تختلف عن المشكلة الأصلية في الترجمة التحريرية. في الترجمة التحريرية هي مشكلة الإكويفالنس كما يقول بوشاكر. أما بالنسبة للترجمة الشفوية فهي موضوع الأكيوريسي. هذا ما يقوله بوشاكر إذا. فإذا ديسكورس أناليسيس أنا أشك بأنه يمكن تطبيقه على الترجمة الشفوية، مع أن ديسكورس أناليسيس فيها اللي هي السبوكن والريتن، سبوكن أز إف ريتن والأشياء هاي، لكن هناك يستخدمونها على كل حال. ديسكورس أناليسيس يستخدمونها كنظرية من أجل الترجمة الشفوية، لكن أنا بالنسبة لي يعني لا أميل إليها شخصيا صراحة، لا أعرف. على كل حال يمكن استخدامها، أي شيء ممكن تطبيقه، لكن هناك يبقى تساؤلات كثيرة. هل يمكن تطبيق نظريات الترجمة التحريرية على الترجمة الشفوية، أم أن الترجمة الشفوية علم آخر؟ لا نعرف، والله أعلم. طيب، فهذه النماذج تنظر إلى المترجم على أنه فاسيليتيتر، على أنه ميسر للتواصل العابر للثقافات. ميسر، كلمة ميسر معناها أنك لست مترجم حرفي، يعني تأخذ الترجمة تعملها تكييف adjustment cultural adjustment وتنقلها إلى الشخص الآخر. هذه مشكلة، هذا حدثت معي أيضا شخصيا. اسمحوا لي أن أذكر بعض التجارب لسبب بسيط جدا. السبب الذي أذكره بعض التجارب ليس من أجل أن أتحيز لفكرة من أخرى، لكن من أجل أن نعمل يعني نوع من الفهم الأوضح للنص، فقط لذلك. Facilitator of Cross-Cultural Communication حدث معي في إحدى الترجمات، هذا قبل حوالي 15 عاما بل أكثر. كنت في ورشة فكان المتحدث الأجنبي يذكر أشياء، فقلت لهم ذكر شيئا بالإنجليزية لا يمكن فهمه حرفيا، فأنا مضطر أن أخذ مثلا بالعربية لكي أفهمكم المشكلة التي يريد. فتلك كانت تيسير. وقال لي أحد الأشخاص الموجودين، قال لي أنت تيسر ولست تترجم. أحد الأشخاص، شخص واحد اعترض على هذه الطريقة، البقية قالوا هذا ما نريد، نريد أن نفهم المعلومات ولا نريد أن نتقيد بالحرف. هذا ما حدث. في سياق آخر، في سياق أحد حدث معي بأنني ترجمت بهذه الطريقة التيسيرية، فذكرت عبارة من العربية للإنجليزي هذه المرة لأنها كانت غير مفهومة بالعربي، فالإنجليزي أعجبته هذه العبارة وأخذ بده يرددها على طول ويقول هذه العبارة هذا مثل بالعربي هذا. فقلت له حسبك، هذا من عندي وليس من عنده صراحة. فإذا الحالتين ذكرت لكم، الحالة الأولى يعني قبلها معظم المشاركون، الحالة الثانية كانت باك فايرز. فهذه قضية الفاسيليتيتور. إذا وتذكروا cultural adjustment ربما نعود إليها فيما بعد. And co-constructor of interactions. Co-constructor يعني المتحدث العربي مع المتحدث الإنجليزي، هذول هم الذين ينشئون الحديث.
دور المترجم وفقا لبعض النماذج المذكورة في علم الترجمة في نظرية الترجمة أنه يشارك في بناء المعلومات، ولا ننسى أن construction أيضا معناها تفسير، فيشارك بتفسير المعلومات ويشارك في بناء المعلومات. إذا هذول الباحثين هذول قالوا هذا الكلام، أنجليلي هذا مهم جدا بالنسبة لنا أيضا، ديفيدسون أيضا مهم في الأبحاث، من يريد هذه الأبحاث أستطيع أن أعطيه إياها. ويتوقع من المترجم الشفوي أن يكون لديه دور الاجتهاد الشخصي أو دور discretionary role، اللي هي يعني اجتهاده، يعني ماذا يعتقد، اعتقاداته، يعني سلطته التقديرية بحكيها في الحديث، يعني يأخذ سلطته التقديرية عندما ينظر إلى الأبعاد الثقافية. لكن أنا سؤالي هو، هل يدرك فعلا المترجم الشفوي هذه الأبعاد الثقافية لكي يمارس سلطته التقديرية ويغير ويبدل؟ مشكلة كبيرة مالنا فيها. الآن يتحدث، لاحظوا في عندنا ethnic communities، في عندنا cultural communities، linguistic communities، نختصرهم كلياتهم ethno-linguistic communities. طبعا انتم بتعرفوا يمكن ال ethno-linguistic theory، who is the addressee، the addresser، norm of interpretation، norm of interaction، هذه كلها ندرسها في هذا المجال. فهذا سؤالي، من هذا الكلام يقول انه لديه دور نشط وليس باسيف، ويتخذ أيضا سلطة تقديرية من أجل أن يحدد ما يقول. هذا سؤالي الآن، هلا ما دام أنه أكتف وفقا لهذه الفرضية هذا من هون، ما دام أنه أكتف معناها أنه ليس ماشين، ليس عبارة عن لانجويج كوندويت. هل هذا مقبول ولا لا؟ سأرى ذلك فيما بعد إذا ما كانوا يعتقدون ذلك أم لا. الشيء الثاني غير أنه هو أكتف، أنه هي الإثنولينجويستيك ثيري، هل هو يعرف فعلا النورم اوف انتربريتيشن، نورم اوف انتراكشن، هل هو فعلا يعرف هذه الاشياء من اجل ان يمارس الديسكريشنال رول ام لا؟ هل هو بروفيشنال؟ نعم. اذا بغض النظر، على كل حال الفكره تقول انه هو يتوقع منه يكون اكتف وليس باسيف، وليس بلاك بوكس، وليس عباره عن مجرد ماشين او لانجويج كونديوت. لكن بيقول لك انه البيئه، الاعدادات الموجوده داخل المحاكم كمؤسسه، مؤسسات مؤسسه المحكمه كمؤسسه، بيقول لك هاي تؤثر كثيرا جدا في الطريقه التي يتخذ فيها المترجم الشفوي قراراته، ويؤثر في ادائه، ويؤثر في معاييره المهنيه. اذا هو بتكون عنده معايير مهنيه، ياتي الى المحكمه يقول له اسمع، نحن عندنا معايير اخرى، فيجب عليك ان تلتزم بها وتنسى المعايير اللي عندك. ليش؟ لانه في، أعطيكم مثال واحد فقط من دراسات سابقة أيضا، قضية الدعاوى التي يطعن بها أمام محكمة الاستئناف والتمييز والنقض، يعني بمعنى آخر نحن في الأردن نسميها محكمة التمييز، في دول أخرى يسمونها محكمة النقض، في محاكم أخرى تسمى المحكمة العليا. هلا في، إذا خالف المترجم الشفوي بعض الإجراءات البروسيجرز بنسميها، فيطعن بالقضية وتصير مشاكل عليها. فلذلك يقولون له أنت مضطر انك تمشي وفقا لاعداداتنا في المحكمه وليس وفقا لما تعلمته من قبل في مهنتك خارج المحكمه. الان ما هو الهدف من هذه الدراسه وفقا للباحثه؟ تقول انها تريد ان تعرف ما هي وجهه نظر مين؟ المحامين الاستراليين باستراليا اذا الموضوع، والمترجمين الشفويين فيما يخص ما هو دور المترجم الشفوي. اذا أود أن أذكر لكم أن هذا الموضوع قليل الدراسات عليه. عادة نحن عندما نحاول أن نعرف ما هو دور المترجم الشفوي في المحكمة، فماذا نفعل؟ نحن في الواقع نعتمد على إيش؟ نعتمد على الدراسات السابقة. لكن لم تكن هناك دراسات سابقة، فيجب أن أذهب إلى الميدان وأحصل على هذه البيانات. هنا تصعب الأمور ويجب علي أن أحصل عليها. فواضح بأنه هنا أن الكاتبة هنا تقول بأنها يعني لا يوجد دراسات سابقة حول الموضوع، فهي دراسة جديدة، إذا لابد أن تذهب إلى المحامين أن تسألهم، لابد أن تذهب إلى المترجمين وتسألهم. إذا ستسأل المترجمين وستسأل مين؟ المحامين والقانونيين عمليا، ما رأيكم؟ ما هو دور المترجم الشفوي؟ وكما ذكرنا في البحث السابق، الدور الأساسي، هناك عدة أدوار موجودة في الدول العالم على اختلافها، لكن الدور الذي ينتشر بكل دول العالم تقريبا اللي هو language conduit، يعني معناها قناة لغوية، يعني ماشين، يعني آلة، يعني بلاك بوكس، يعني in out، يعني مفروض مثل الآلة، ممنوع حتى تعابير وجهك تكون مختلفة. هذا هو الدور الأول. هناك دور آخر
فيه نوع من الدراسات أيضا لكن قليلة، وهي دور الإكسبرت، أنه هو خبير وأنه هو agent، وهو يستطيع أن يتدخل، يستطيع أن يغير ويبدل ويسأل. agent يعني active وليس passive، هذا الدور الثاني الإكسبرت. غير هيك facilitator اللي هو ميسر المعلومات بدلا من أن تكون عبارة عن مترجم حرفي إلى آخره من أدوار، لكن الدور المهيمن حاليا هو language conduit. مع الانتباه الآن في الدول العربية لدينا بعض الدول العربية كما هو الحال في الأردن البلد الذي أعيش بها، المترجم الشفوي هو موجود ضمن نظام الخبرة، نظام الخبراء، وهو يعتبر خبير، دوره عبارة عن expert، عبارة عن خبير. لكنني سأوضح هذه النقطة لاحقا، حتى كلمة خبير يختلف معناها من دولة لأخرى. فهنا في الأردن شاء المشرع أن يضع، كانت إرادته أن تكون الكلمة عامة خبير، فيمكن أن يدخل تحتها بمهام المترجم الشفوي عدة مهام وليس فقط الترجمة الشفوية، فهو خبير. ولكن عندما نتحدث عن خبير في الأبحاث الأجنبية نجد بأن لها معنى آخر سنستعرض له لاحقا إذا في الأمثلة القادمة. لا تنسوا الإخوة الأكارم المثال الذي طرحت عنكم، التجربة الشخصية التي حصلت لدي الأولى في المحكمة الأمريكية، أني تدخلت وعملت فاسيليتيشن وحكيت عن الكالتشر والأشياء. ولا تنسوا أيضا بمكان آخر عملت فاسيليتيشن، قبل هذا الكلام في ورشة تدريبية، وفي ورشة تدريبية أخرى لم يقبل، سبب لي مشاكل وجعرس. إذا هنا تتحدث الباحثة، تقول من هم، ما هو معيار. هناك بالأبحاث يا أخوتي الأكارم، الباحثين الأكارم يعرفون ذلك، عادة في الأبحاث عندما تختار أن تعمل مقابلة مع الإنسان هناك معيار اسمه معيار الاستقصاء ومعيار الإدماج الإدخال. ما هو المعيار الذي استخدمته لكي تحصل على هؤلاء الأشخاص الذين أن تعمل معهم إيش مقابل، ومن هم الأشخاص الذين لن تعمل معهم مقابل؟ فمثلا أنت لن تعمل مقابل مع شخص عمره أقل من 18 عاما، أو ممكن تقول أنا سأعمل مقابلة الأشخاص الذين عملوا في الترجمة في المحاكم، الذين عملوا في المحامين مثلا في الترجمة، يعني تحدد المعيار اللي أنت وضعته. فكانت هنا المعيار بالنسبة إلى الباحثة بأنه هي الأشخاص اللي شاهدوا شهود، شافوا، جلسوا، يعني بأي شكل من الأشكال في وضع رأوا فيه أو سمعوا عن الترجمة الشفوية. الآن تتحدث عن الجدل الذي يدور حول دور مترجم المحاكم الشفوية. أذكركم في البحث السابق ذكرت عن ذلك وأحطت عليه على العموم أن هناك جمعية للمترجمين في أمريكا، وأعتقد أنها كانت في ولاية ماساتشوستس، كانت في تلك الولاية. لم يعجبهم أن المترجم هو عبارة عن passive، بل يجب أن يكون active، ويجب أن يكون facilitator، ويجب أن يكون agent، هي إما agent أو language conduit. قالوا يجب أن يكون agent، وبرروا كل الأسباب، وقالوا مشكلة الترجمة الحرفية ماذا تفعل، وقالوا أنه مهنة الترجمة. وكان فعلا يعني المرافعة التي قدموها للمحكمة كانت راقية جدا جدا جدا، كانت فعلا راقية، وهي بحث علمي رائع، يعني تحفة أدبية كانت. أنصحكم بقراءته تلك المرافعة. طبعا يعني المحكمة رفضتهم طبعا، وردت عليهم الدعوة وما قبلتها، بس ما قلنا فيها على كل حال. تقول بأنه أستراليا، ما نحكي عن أستراليا نحن نحكي عن نظام الكومنولث البريطاني، إذا يتبعون اللي هو القانون المشترك العام الكومن لو، وليس القانون المكتوب الستاتيوتوري لو اللي هو النظام شو بسموه الفرنسي أو اللاتيني، إنما الأنجلو ساكسوني عمليا بيتبعوا. فبقول في قضية جايو فيرسز آر 1960، هي رقمها، يقول لك عادة هي القضية التي 1960 التي أثيرت والتي يتحدث عنها الباحثون دائما في أستراليا حول دور المترجم الشفوي، والتي تثار على أنها هي المرجع الذي جاء بأن المترجم عبارة عن آلة للترجمة. هذه القضية أثيرت في وقت من زمان في 1960، وكانت تتعلق في دور المترجم الشفوي، وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن المترجم يجب أن يكون دوره آلة للترجمة، باسيف وليس أكتيف، ولا يجوز له أن يتصرف ولا يتغير ولا يبدل ولا يشير ولا يحط. فمن هنا جاء هذا المبدأ ودخل في القانون طبعا، لأنه حكم المحكمة كما تعرفون في النظام الأنجلو ساكسوني يجب أن هو يمثل سابقة ملزمة، وليست إذا كانت محكمة عليا هنا هاي كورت جارجز مثلا، فتكون إذا سابقة ملزمة وليست قضية سابقة مستحبة أو تفضيلية. إذا فقالوا إننا نريد أن نتجنب الهيرساي،
اللي هي نقل الكلام عن الآخرين، فلذلك قال خلاص بيكون عبارة عن آلة. فبدل ما أن يقول سيد القاضي يقول المتهم كذا كذا، نقول يعني المتهم لو قال I saw him، فكيف تترجم؟ لا يترجمها سيد القاضي بيقول إنه رآه، لا، ليتجنب الهيسي فيقول أنا رأيته، هيك بيقول، يعني بده يحكي عن نفسه بصير. طيب، فإذا هذه، نعم، إذا هنا نموذج الكونديويت اللي هو القناة اللغوية، أنك تسمع من هنا وتخرج من هنا وانتهى وما لك علاقة. فذلك أيضا يمنع المترجم الشفوي من أن يتخذ أي نوع من التطفلي انكلوسيف رول، يتدخل يحكي يقول لا هي كلمة غلط، لا هي كلمة صح، ممنوع يحكي هذا نهائيا. إذا ننتبه، هذا هو دور اللانجويج كونديويت، انتبهوا، هناك دور الاكسبرت وهناك دور ايش حكينا، هي اللي هو ايجنت اللي بيقدر يتدخل، وفاسيليتيتر. هذول لماذا اهملت؟ لماذا فقط هذه؟ طبعا كل واحد له حجته، وكل قضاء every jurisdiction has its own discretion on the matter يعني. طيب، فاللانجويج كونديويت ما هي؟ هي تعريفها بالنسبة لهم اللي هي بأنك تعمل عملية نقل لغوي، وأن عبارة عن نقل لغوي فقط linguistic، وتتطلب encoding decoding بس، طلع لي الكلام بالعربي حطه براسك بالإنجليزي احكي لي بالإنجليزي أو العكس صحيح وبس، وهي دور آلي ميكانيكي غير تشاركي. تذكروا المثال اللي أعطيتكم إياه، أنا كنت متشارك نوعا ما، متشارك كنت في القضايا اللي ذكرتها لكم، ولا تتدخل ولا يتدخل المترجم الشفوي نهائيا من أجل ضمان التواصل الصحيح. إذا معنى ذلك ممنوع تطلب توصيات كما يقول موريس. موريس يقول أنه لا يجوز، موريس أيضا من الباحثين المشهورين في مجال الترجمة الشفوية، يقول موريس حسب الكاتبة هنا بأنه لا يجوز للمترجم الشفوي وفقا لقاعدة الكونديوت channel أو language conduit أن يطلب توضيح معلومات من أجل أن يتحدث عنه. هذا الكلام أنا لا أريد أن أقول أنه غير صحيح أو غير دقيق أو غير منقول بطريقة صحيحة، يجب علي أن أقرأ المقالة كاملة، لكن أقول بأنه كما ذكرنا المرة الماضية عن كاليفورنيا هو المعيار الأساسي نرجع إليه عادة. في مدونة السلوك الخاص للمترجمين الشفويين في محاكم كاليفورنيا يختلف الأمر تماما. إذا وجدت هناك مشكلة يجب عليك أن تطلب استيضاحات، لكن تطلبها من القاضي، تقول سيد القاضي أنا لم أفهم عليه، هل يمكن أن يعيد كلامه أو بأي طريقة كانت؟ فالقاضي يقول لهم لخص كلامك، عيد كلامك، سوي كلامك إلى آخره، هيك بيعمل القاضي. لكن هنا يمكن أن أقبل هذا الكلام من ناحية الأبحاث ومن ناحية الحقيقة، يعني لو قلنا بأنه لا يستطيع أن يطلب معلومات مباشرة من تلقاء نفسه، يعني ما بيقول عفوا أنت المتهم إيش حكيت، لا ما بيجوز هيك، يجب أن تتحدث إلى القاضي أولا وفقا للمدونات السلوك الخاصة بالمترجمين الشفويين على الأقل في محاكم كاليفورنيا الموجودة هناك. نعم، هلا هذا المبدا انه هو عباره عن قناه لغويه ويجب ان يكون فيرباتم، ارجعوا الى كاليفورنيا مره اخرى لانها مفصله بالكامل مدونه السلوك، يجب ان يكون والله لانجويج كونديوت، لازم يكون فيرباتم، لازم يكون كذا الى اخره. بيقول لك هذا لقي تحديات كبيره في ال has been challenged by courts and tribunals as well as interpreting scholars and practitioners. لك هذا في هناك محاكم كثيره رفضته، وهناك ايضا باحثون رفضوهم، وهناك أيضا ممارسون بالمهنة رفضوهم، وهذا الشيء صحيح حدث فعلا بالأبحاث وغيرها، قالوا أنتم عم تطلبوا منا المستحيل يعني. وذكروا أثر الترجمة الحرفية الغلط اللي بيسويه، ذكروا مشكلات كبيرة جدا البراكتيشنرز، حتى المحامين ذكروا أن هناك إشكالية، حتى المترجمين الشفويين ذكروا أن هناك إشكالية في أبحاثهم. فماذا حدث بالنهاية؟ قالوا هؤلاء الأشخاص الذين لا يؤيدون القناة اللغوية، قالوا إن الالتزام الشكلي فقط، التزم بالشكل مثل ما كلام بالقناة اللغوية، قد يؤدي إلى عدم وجود فهم أصلا. هلا هذا يعارضه باحثون آخرون يقولون لا، إنه الالتزام الشكلي هو الذي سيساعدنا ويخفف عنا كل الأعباء، سنرجع لذلك لاحقا. موريس ذكر ذلك، لاستر وتايلر وفينتون ميكلسون، هذه مشهورة جدا في كتابات تقريبا كل شغلها عن المحاكم تحكي، وهيل أيضا، ساندرا هيل مشهورة في هذا الموضوع،
بتحكي عن الكلام. طيب in the same vein a report by the Commonwealth Attorney General's Department, في عنا اللي هو المدعي العام بالكومنولث في أستراليا, ماذا ذكر؟ ذكر إن المترجم الشفوي في المحكمة ميسر لمين؟ لعملية التواصل. ميسر إذا agent وليس إيش؟ language conduit. Not a translation machine. Translation machine black box, language conduit اللي هم الثلاثة مثل بعض. عفوا الثلاثة مثل بعض ما اختلفنا, لكن النظرية اسم النظرية language conduit. And there have been a few landmark cases that have set the tone for redefining the role of interpreting legal settings in Australia. إلى آخره. طيب تذكر لك هلا القضايا أنها عم تحاول تنظر الخلافات اللي فيها إيش يعملوا إيش كذا. هناك قضية في اليابان, ظهرت قضية مرة وسمح له أن يكون المترجم الشفوي يستدعي على أساس أنه شاهد للترجمة على أساس أنه agent وليس على أساس language conduit, يعني طلب كخبير. يعني هو نفسه ترجم في قضية صار عليه إشكالية فطلب لكي نعمل له بسموها الكروس اكزامينيشن أو الكونفرونتيشن. كونفرونتيشن الكونفرونتيشن هذا ما طالبه المترجمون الشفويون للمحاكم في أمريكا في ولاية ماساتشوستس. إن شاء الله ما أكون مخربط, هي ماساتشوستس على ما أعتقد, ورفض كلامهم, المحكمة رفضت كلامهم في ذاك الوقت. نعم الآن نعم ف يعني الآن ننتقل إلى ال literal interpretation at the world level, بتسوي مشاكل كتير. لكن بيقول لك المحامين هم اللي بيحكوا هيك. بيقول لك محامي إذا بدك تكون أنت أمين في الترجمة بدقة هذا لازم تكون literal interpretation هي المطلوب على مستوى الكلمة. بس بنلاحظ انه 28.6% فقط بالمية من هذول المحامين هم قالوا ذلك وفقا لدراسة ساندرا هيل اللي عملت سيرفي في عام 2007 حول هذا الموضوع. فوجدت ان هناك نوع من التفاهم صار عند المحامين انه الالتزام على مستوى الكلمة كلمة كترجمة حرفية, هذا يعني 28% بس اللي قالوا بنقبل فيه, البقية قالوا لا نقبل به. فإذا هناك يعني كونتروفيرسي, هناك جدل حول هذا الموضوع, الجدل بين المترجمين, بين المحاكم, بين الممارسين القضائيين وغيرهم والقانونيين. فهون إذا يتحدث الباحث في هذا البحث عن أنه هل هناك تغير الآن في هذا الموقف, حدث في هذا المجال أم لا. من خلال الدراسات التي طلعتها حتى الآن يعني التغير ضعيف إن كان موجودا, إن كان موجودا, ولكن أيضا لا توجد دراسات, يعني لا توجد دراسات حول هذا الموضوع. نحن لا نعرف بالضبط كل دول العالم ماذا يحدث بها. هناك كلام أسمعه, أنا ألتقي بمترجمين كثيرين من عدة دول عربية وأسألهم عن ترجمة المحاكم, يخبرون أشياء عجيبة جدا. أتمنى لو أن الدارسين والباحثين تحدثوا عنها ليثبتونها. فتحدثوا إلي في عدة دول عربية أن لا, القاضي بالعكس يعطيه حرية مطلقة للمترجم أن يفعل ما يشاء في بعض الأحيان, احكي سوي اعمل, طيب شو قصده, شو هذا, فهمني ما فهمني, ومش شرط تقيد بالحرف, اعطيني الملخص. في اليات كثيره جدا سمعتها من المحامين بطريقه غير رسميه, والاجدر بنا ان نعمل دراسه عليها لكي نعرف ذلك. فالاخوه الاكارم, من يريد ان يعمل بحثا حقيقيا في هذا الموضوع, هذه الدراسه يمكن ان تنطلق منها من اجل ان تعمل دراسه على المحاكم العربيه فيما يتعلق بالترجمه الشفويه. هي انا عم بعطيكم موضوع كثير نادر لم يذكر نهائيا من قبل على العالم العربي نهائيا. فاذهب على دولتك وشوف كيف, التقي بالمحامين, التقي بالمترجمين الشفويين, افهم منهم كيف الامور بتصير واكتب عليها بحث. لا يوجد اجماع حول دور المترجم الشفوي في الادبيات الخاصه بترجمه المحاكم. نعم انا اتفق بانه فعلا لا يوجد اجماع. ايضا هناك مصطلح ميسر الاتصالات, ميسر التواصل, يعني تستخدم احيانا في بعض الادبيات ما لناش فيها. ستايتلر ايضا كتب دراسه دكتوراه حول الموضوع على ما اعتقد. لاستر اند تايلر. Other researchers consider any facility flow to be inappropriate. باحثين اخرين هلا بيقول لك لا ما بصير, وبيقول لك انه هي filtering or embellishment. الفلترنج والامبلشمنت ممنوعه في مدونه سلوك المترجمين الشفويين في ولايه كاليفورنيا. والله اقراوها ايضا موجوده هناك. غونزاليز كتير مهم أيضا كباحث, غونزاليز وآخرون. غونزاليز عنده بحث كتير مهم بالترجمة الشفوية.
يصف، وعندي اللي بيحب ياخده انا بقدر ابعث له اياه ما في مشكله. يصف المترجم الشفوي على انه عباره عن قناه لغويه لا اكثر ولا اقل. فبتبقى مشكله، يعني المشكلات الثقافيه، كيف بدي اكون قناه لغويه وهناك مشكله ثقافيه قد تؤدي الى مشاكل. حتى الان انا مستغرب انه الباحثه لم تذكر هنا اي شيء عن الاثر القانوني. طيب ما الذي يحدث بتغير الاثر القانوني اذا كنت ترجمه حرفيه او ترجمه فيها ثقافه؟ طيب عندما، هنا الفكرة تقول، عندما الفكرة العامة لدى الباحثين أنه إذا كان المترجم الشفوي يريد أن يقدم معلومات إضافية غير التي حكيت قيلت في الترجمة الشفوية، في اللي قالها الشاهد أو اللي قالها المدعي المدعى عليه إلى آخره، فهون راح تكون عندنا مشكلة أنها عبارة عن تدخل وتجاوز صلاحيات المترجم الشفوي وتجاوز حدود قدراته أصلا. يعني هذا لا يجوز وفقا لهذا الكلام، و لا يجوز أن أعطي رأيه، لا يجوز أن أعطي معلومات إضافية. ما زلت أسأل أنا في الواقع، طيب ماذا يحدث إذا كانت الكلام يعني غير مفهوم؟ من إحدى الطرق التي ذكرت في الأبحاث وذكرت أيضا عن المحاكم الأمريكية خاصة هي plain English، plain language، يعني اللغة المبسطة، أن القاضي يستخدم بالأصل اللغة المبسطة لكي لا تكون أمور صعبة، ويطلب إلى الأشخاص الموجودين في المحكمة إذا أردت أن تتكلم بوجود مترجم شفوي استخدم لغة مبسطة حتى ما يكون في أصلا هاي العوائق الثقافية. هذه الأشياء التي قرأنا عنها الـ plain English. لكن في باحثين آخرين أيضا قالوا لا، حتى الـ plain English في عندنا إشكالية فيها. هناك بحث when plain English is not plain، when plain error is not plain، يعني إنه حتى الـ plain English ممكن تسبب مشكلة. وplain error أيضا أمر آخر على فكرة. plain English شيء والplain error شيء آخر، أنا يمكن خلط بيناتهم. الplain error اللي هو، هذه قضية شكلية، بأن الطعن في الترجمة الشفوية لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان هناك خطأ واضح 100% إنه هذا خطأ وخرب الدنيا، خرب مالطا يعني. فإذا وقتها يمكن أن يعترض على الترجمة، غير هيك ما في. قضية شائكة نوعا ما. لا بأس، أنا الآن دور هذا كخبير. الآن هي قضية إنه يقول لك إنه بعض الباحثين بيقولوا لا ينبغي للمترجم أن يكون خبيرا. فقط لكي أوضح لكم ما الفكرة، هي قضية الخبير شو معناها. هناك فرق كبير بين أن يكون المترجم الشفوي مترجما أو يكون خبيرا، قناة لغوية أو خبير. هلا إذا كان خبيرا فهذا يختلف، لأنه يسأل أسئلة أخرى. يسأل أنت بصفتك مترجم، ما رأيك بالترجمة الفلانية، هل هي صحيحة أم لا؟ وهنا أيضا قضية أخرى، لنفرض كما حدث في إحدى القضايا، في إحدى القضايا في أمريكا الذي حدث شيء غريب جدا، كان لم يكن فيها ترجمة، لكن هذا ما حدث مع أمريكان أنفسهم. أمريكان، الأمريكية قالت كلمة أود بدل هاد أود، بدل ما تقول هاد أود قالت أود، فحكى لها اللي أنت تتحدثي عن الحاضر، أنك لا، أنك يعني ما في إلك أي دين عليه، يعني انت ما بدك منه شيء. قالت لا انا ما حكيت هيك، انا قلت I قلت he owed me، عم بحكي he owed me. قال لا، انت he did not owe me، he did not owe me. قال لا طيب، ما انت قلتي he did not owe me، كان المفروض تقولي he had not owed me، يعني هي كان دينين دينين. فقبل 20 سنه بدي تقول له قبل 20 سنه ما كان في الي عليه اي شيء، اما قبل سنتين في الي عليه شيء. فخربطت بالزمن، عرفتوا علي كيف؟ خربطت بالزمن الباست تنس والباست بيرفكت، خسرت القضية كاملة صدقا على هاي الشغلة. اطلعت على المحكمة على القرار المحكمي كيف كان، شيء عجيب جدا. فهون إذا شعر القاضي في مشكلة ممكن أن ينادي الشخص اللغوي ويقول له أنت خبير، تحدث لنا ما الفرق بين الباست سيمبل والباست بيرفكت. فيتحدث الفرق بين الباست سيمبل والباست بيرفكت، بيعطي رايه فيها ويصدر الحكم بانه هذا الحكي بيجوز ولا ما بيجوز، عليها دين ولا ما عليها دين الى اخره. فهنا ايضا سؤال، يعني طيب ما المترجم الشفوي اذا كان خبيرا فهو فقط خبير في الترجمه الشفويه اذا كان عنده الامكانيه اصلا، اذا كان عنده المهاره اصلا، اذا كان عنده الخبره اصلا بالموضوع والشهاده والاعتماد. فهون ممكن اقول للمترجم الشفوي تعال بصفتك خبير فقط لتخبرني هل هذه الترجمة الشفوية اللي قدمها غيرك صحيحة ولا لا؟ لكن ما بقدر أقول له أعطيني خبرتك عن الثقافة، ما بقدر أقول له أعطيني خبرتك عن اللغة.
إذا كان عن اللغة بدي أجيب واحد من الجامعة متخصص في تعليم النحو الإنجليزي، إذا كان عن الثقافة بدي أجيب واحد متخصص من علم الإنسان أنثروبولوجي، ممنوع أن أتدخل كمترجم شفوي. هون أيضا لدينا إشكالية إذا. فهذه مشكلة، أنه هي توزيع الأدوار نوعا ما غير واضح. هنا الآن لذلك هلا بيقول لك Guthrie بيقول لك cited in Lester and Taylor بيقول that the role of language expert was often seen as one of the court interpreter's responsibilities. في بعضهم بيقول لك هيك، بعض الناس بيقول لك انه هو عبارة عن خبير لغوي. هلا نحن ممكن نقول فعلا انه في القانون ممكن يكون تحت نظام الخبراء، تحت قانون الخبراء، لكن لا يعني ذلك انه خبير في القضية التي يترجم بها. ومع ذلك هناك خلافات، ومع ذلك هناك دفع قوي جدا من المترجمين انهم يجب ان يكون لديهم فويس اقوى، يجب ان يكونوا مور اكتف في المحكمه وان يكونوا خبراء، وليس قضيه انه عباره عن لانجوج كونفرج. فاذا هذا خلاف كبير جدا، وجهتين النظر صحيحات، لكن اثنيناتهم اكستريم صراحه. يعني هذا بده هيك على طول يكون اكسبرت، وذاك الثاني بيقول لك ممنوع انك تتدخل وتتنفس الا تحكي الكلام اللي بتسمعه. هنا الكاتبه تقول، تشرح هذا الوضع وتشرح هذه الإشكالية، تقول لكن الإشكالية عندما نتحدث عن تقديم الرأي الخبرة، إذا هون تقديم الخبرة، فذلك يختلف تماما عن توضيح القضايا الثقافية وغيرها. وهذا الكلام اللي أنا قلت قبل شوي كنت عم بحكي لكم إياه. المترجم الشفوي لما أقول له أنت خبير، فمعنى ذلك تعال اسمع ترجمة فلان، هل هذه الترجمة صحيحة أم لا؟ أما إذا كان عبارة عن مترجم بكل بساطة، فهو من حقه وفقا لهذا الكلام الآن اللي بتحكيه الباحثة أنه يتحدث عن المشاكل الثقافية، مشاكل لغوية، يقول سيدي القاضي هناك مشكلة ثقافية فلانية، مشكلة لغوية فلانية، وأنا ترجمت لكن هناك مشكلة كما فعلت أنا في القضية التي تحدثتكم عنها. وتشرح أيضا من خلال مراجع أخرى بأن المترجم الشفوي ربما يأتي إلى المحكمة ويقصي باليمين من أجل توضيح بعض الإشكالات في كلمة معينة في شيء معين على أساس خبر. لكن أيضا أنا أسأل هذا السؤال، هل المترجم الشفوي مؤهل لهذا العمل أم لا؟ يعني ممكن أفهم أن المترجم الشفوي قد يكون خبيرا في الترجمة الشفوية فقط، لكن في الثقافة بنيجي نأتي ببروفيسور بأستاذ في علم الإنسان في الثقافة، في القواعد نأتي بشخص مختص في النحو الإنجليزي وليس مترجما. ليش؟ لأنه من السهل جدا محكمة الاستئناف، أنا لو كنت محامي بطعن فيها على السريع محكمة الاستئناف، قل سيد القاضي في محكمة الدرجة الأولى الذي حدث أنهم طلبوا إلى شخص مترجم شفوي أن يبدي خبرته في أمر قواعدي باللغة الإنجليزية، وهذا ليس تخصصه، هذا من تخصص علماء النحو، على السريع يعني أنه بكسب القضية بالاستئناف، أنه هذا يتصف القضية كما كاملا، تعود إلى المحكمة في البداية ويعاد استدعاء خبير آخر من أجل النظر بها. طبعا بقية عناصر الدعوة إن لم تكن سليمة تبقى، لكن هذا العنصر يتغير. هذا فعلا ما تتحدث عنه الكاتبة، تقول يعني أنت مترجم شفوي نعم، لكنك لا نستطيع أن تكون خبيرا لغويا جنائيا forensic linguist اللي هو الطب مثل علم اللغة الشرعي forensic، خبير باللغة من ناحية الأثر القانوني الذي يكون فيها، ولا تستطيع أن تكون نحويا قواعديا، ولا حتى أستاذا في علم الإنسان ثقافيا. طيب على كل حال هي الآن تتحدث تقول cultural intervention، إذا أنا بدي أحكي عنها في بحثي، تقول إنما هو عبارة عن تقديم معلومات إضافية من أجل تمكين المتحاورين الانتروكيوترز اللي هم القاضي، المدعي، المدعى عليه، الشاهد، المحامي إلى آخره، من أجل فهم العوائق الموجودة اللغوية والثقافية وغيرها. طيب الآن أنا هاي مقدمة، حتى الآن هي عبارة عن مقدمة بتحكي فيها، هناك أيضا تحكي أنه مشكلة أنه حتى المحاكم أنفسها في أستراليا ليست دائما على انسجام في الطريقة التي تتعامل فيها مع قضية المترجم الشفوي والاختلافات الثقافية ومدى تدخل المترجم الشفوي. إذا من محكمة لمحكمة ربما تختلف، وهذا الشيء على فكرة أنا بالنسبة لي أفهمه. لماذا أفهمه؟ لأن السلطة القضائية في كل محاكم الدنيا سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، مستقلة تماما، منفصلة تماما، يحكمها قانونها وأمورها تماما. فمن الطبيعي أنه ممكن محكمة تختلف عن محكمة أخرى، من الذي يكون لديه القول الفيصل في الموضوع؟ اللي هي محكمة العليا أو محكمة التمييز،
هي التي يمكن أن تحكم الموضوع. من الطبيعي أن يكون في خلافات، لكن الباحثة ربما لم تنتبه إلى قضية أساسية، بأنه حتى لو كانت المحكمة الأولى تختلف عن المحكمة الثانية فستبقى الكلمة إلى محكمة الاستئناف. فنحن لا نأخذ بقضية وجود خلافات ما بين محاكم الدرجة الأولى، يهمنا ما تقوله محكمة التمييز، محكمة النقض، المحكمة العليا، هذا ما يهمنا الآن، تصبح سابقة قضائية وملزمة لجميع المحاكم. أما خلافات بين المحاكم في الدرجة الأولى فلا يوجد إشكالية، قد تكون هناك خلافات في الحكم بالديسكريشن المسموح الذي يقرر هو المحكمة العليا. هذا الشيء هي لم تذكره الباحثة هنا، وهي مهمة جدا النقطة هذه. الآن تدرج لنا الباحثة مثالا على سبيل المثال بأنهم في إحدى المحاكم، ويؤيد كلامي الآن، بأنه إحدى المحاكم سألت المترجم الشفوي: نحن نشك في هذا اللاجئ، هذا اللاجئ يقول إنه من كوريا الشمالية لكننا نشك أنه من كوريا الجنوبية. سألوا المترجم الشفوي، قالوا لهم: هل يمكن أن تخبرنا اللهجة، هل هي لهجة شخص من جنوب كوريا ولا من شمال كوريا؟ فالمسكين أجابهم على ما يبدو، فطعن في القضية للمحكمة العليا، وقبلت الطعن المحكمة العليا، قالت: ليس من واجب المترجم الشفوي أن يكون خبيرا هنا، ولم يستدعى ليكون خبيرا، وقالت إنه لازم إذا بدكم يا يكون خبير، لا بدكم تجيبوا خبير لغوي مش مترجم، المترجم ليس بالضروري أن يكون خبيرا. هذه نقطة مهمة. أقرب مثال يمكن أن يخطر ببالي على هذا الموضوع عندما يأتي شخص إلى المترجم، يقول له: والله ممكن تحكي لي كيف أتعلم لغة إنجليزية، كيف أتعلم محادثة؟ هذا ليس من شأننا المترجمون، ليس من شأن المترجمين ذلك. إذا أردت أن تبحث ذلك اذهب إلى متخصص، بمن متخصص بدراسات تعليم اللغة الإنجليزية. من علاقة، احنا مترجمين من علاقة نهائيا، ولا تخصصنا ولا مجالنا تعليم اللغة الإنجليزية، عرفت علي كيف؟ أنا ممكن أعلم ترجمة شفوية، فيسألني واحد: طيب كيف يمكن أن أطور مهارة الاستماع؟ أقول له: لا أعرف، وليست من مهمتي أصلا وليس من عملي، لأن كلمة أعرف تدل على أنني أدرس هذه المادة، مطلع تماما على خبرات الطلاب، مطلع على أخطائهم على مدى السنوات، مطلع على الأدبيات وعلى الدراسات، وقال: وهذا ليس تخصصي نهائيا، فلا أستطيع أن أتحدث عن الليسنينج. أنا أعطيك نصا، أقول لك تعال نترجمه، نخفف السرعة، نزيد السرعة، نجيب نص أسهل، نص أصعب، هذا كل ما أستطيع أن أفعله. أما أن أقول لك: والله هناك أعطيك تمرين حول الأحرف معينة لكي تسمعها، حول السيلابلز، حول الفونيتكس، حول هذا ليس تخصصي نهائيا ولا أستطيع أن أعمل به. الأمر نفسه بالنسبة للمحادثة والأمور الأخرى، ممكن أكون أعرف أشياء بسيطة لكن أدخل بأعماقها لا أستطيع، لا كمترجم لا أستطيع ولا يستطيع المترجم ذلك. ننتقل إلى قضية الـ procedural fairness، كما ذكرت هي قضية الإجراءات، أن تكون عادلة في الإجراءات، إنه هل إذا طلب المدعى عليه قال: أنا أريد مترجم، هل أعطوه مترجم ولا ما أعطوه مترجم مثلا، يعني إجراءات كثيرة جدا. على كل حال هذه مقدمة جميلة جدا كانت، وأنا لا أريد أن أطيل، لا أريد أن أطيل في هذه الدراسة نهائيا، لكن أن أقول بأنه هذه الدراسة، في هذه الدراسة الآن حددت عينة الدراسة فقالت: إنني اخترت مجموعتين، المجموعة الأولى هي مجموعة المحامين أو الممارسين القانونيين، المجموعة الثانية هي مجموعة المترجمين الشفويين في المحاكم. أخذت رأي هؤلاء، أخذت رأي هؤلاء، أعطتهم استبيانات، استبيانين كل واحد فيهم 20 سؤال، وسألتهم عن الجنس، عن العمر، عن كذا، عن أسئلة كثيرة جدا، كلها closed questions، باستثناء ما هو العمر، ما هو الأشياء، يعني في شيء open questions أعطتهم، فأخذت هذه الأمور، وأعطتهم أيضا خيارات يختاروا أكثر من خيار إذا أرادوا طبعا على حسب راحتهم. ولكنها قالت بأنها يعني أخذتها فيما بعد لجد بأنها عملت تحليل إحصائي، بمعنى آخر تحليل كمي وليس نوعي، أو ربما يكون شوي نوعي على شوي كمية، يعني بحثت فيها. فما هي النتائج؟ ما هي النتائج الموجودة؟ ننزل طبعا هون، هي تكلمت من أين جاءت بالأشخاص الذين شاركوا بالدراسة، وكيف مشيت معهم، ونسبة الموجودين غير الموجودين إلى آخره. النتائج، النتيجة الأولى: ما بهمني الجندر، age range of participants، هذه لا تهمني. course in service and experience، بالنسبة لموضوع المترجمين الشفويين في المحاكم، قالوا بأنه يعني هي سألت المجموعتين، فكانت هناك نتائج. أنا بدلا من أن أقرأها أتوجه إلى الجدول الموجود حاليا عندنا، نشوف الجداول الموجودة.
هنا على موضوع ننزل 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 شوي، كمان شوي كمان شوي، هون الجدول. إذا هل المترجم الشفوي آلة للترجمة؟ يعني in out وانتهى الموضوع، black box language conduit إلى آخره. ال legal professionals معظمهم قالوا نعم هو كذلك، بينما المترجمين الشفويين ماذا قالوا؟ نرفض أن نكون عبارة عن آلة. طبعا أنا بحكي عن النسبة العليا. إذا هناك conflicting view، هذا له إشكالات كبيرة جدا. إذا كان المحامي يتكلم معك بقول أنت مترجم شفوي تعال ترجم بقضيتي مثلا، رحت تترجم، طب أنت عندك توقعاتك وهو عنده توقعات أخرى، فراح يصير في كونفليكت، راح تصير في إشكالية في الترجمة، راح تصير إشكالية في الدعوة إلى آخره. الموضوع خطير وليس سهل. فإذا توقعات القانونيين بيقول لك لازم تكون عبارة عن آلة، إيش بسموها آلة، إيش آلة للترجمة. المترجم الشفوي بيقول لك ما بدي. ميسر للاتصالات، يعني نصفهم قال لك لا مانع انه يكون ميسر للتواصل بيننا وبين هذا، لكن كولتن تابرس قال اكيد بدنا اياه يكون، لازم يكون انا فاسيليتيتر، لازم اكون فاسيليتيتر. هي مشكله، لازم اكون فاسيليتيتر معناها راح يستخدم الترجمه التاويليه. طيب هذا بينما القانون بيقول لك لازم يكون حرفي ماشين. لانجوج اكسبرت متخصص في اللغه وبيقدر يعطي المداخل والمخارج تبعتها ويعطي خبره فيها. القانونيين بطبيعة الحال كما شرحنا قبل قليل من الطبيعي انه يقولوا 20% لك مستحيل يكون لانجوج اكسبرت. لانجوج اكسبرت هذاك يا اما بيكون نحوي، يا بيكون قانوني، يا بيكون كذا الى اخره. والمترجمين الشفويين في المحاكم ايضا يمكن خافوا من كلمة اكسبرت، قال لك شو كلمة اكسبرت، انا اكون لا، انا دوري يا عمي مترجم شفوي وما بدي اكثر من هيك. اذا في تقارب بيناتهم. خبير ثقافي legal professionals متفهم تماما ليش قانون ستة، مثل ما ذكرنا لما نحكي عن الكالتشر فالاكسبرت الخبير فيها هو استاذ متخصص في علم الانسان، انثروبولوجي يعني. ايضا الكوت انتابلز على ما يبدو ما حبوا كلمه اكسبرت نهائيا، قال لك احنا شو دخلني قضيه ومحاسب ودنيا، ما بدي. ادفوكيت فور ذا ويتنس، انه يكون هو محامي مدافع عن الشاهد مثلا او مناصر للشاهد. ليجل بروفيشنز قال لك لا، والكوت انت بتسأله اكيد لا، ما دخلنا احنا حياديين وما لنا علاقه فيه والى اخره. اذا هنا الاختلاف الجذري كان الاساسي انه هو اداه اله ترجمه ليست اله ترجمه، ميسر الاتصالات هم يقول لك 100% 89% طبعا يعني اكيد 100% بس 89 هون اجت نسبه لكن انا عم ببالغ شوي، 54% قالوا ما عندنا مانع لكن ممكن يكون يعني وافقوا، لكن الموافقه اكثر من النصف معناها عن نسبة عالية التي قالت لا، بينما هون معظمهم قالوا نعم. هنا الآن هي بتشرح عن هذا الموضوع، بتحكي وجهة نظرها في هذا الشيء، وبتحكي إنه هو هي هون هي بتقول إنه لازم نشوف ليش عملوا هيك. الباحثة كلامها كتير حلو هون، لأنه قالت يجب أن نعرف لماذا قالوا، في تعارض بيناتهم، لابد ما نعرف ليش التعارض. أنا ممكن أتخيل هون أسباب معينة لكن شو هي الله أعلم. هنا على ما أعتقد السبب أن القانون عارفين بالقانون وعارفين مدخلات مخرجات، لهم وجهة نظر خاصة بهم. فإذا ممكن أن أقترح هنا يكون في ستيك هولدر ميتينج، يجتمع فيه القضاة مع المحامي مع المترجمين ويقرروا في النهاية إذا بدهم يوصلوا لنتيجة ثابتة. أعتقد أنه ما فيش مجال واحد يوصل للنتيجة. نأتي إلى دور المترجم الشفوي بعوامل أخرى. ما هي العوامل الأخرى الآن؟ هلا الآن في عنا مجموعة المترجمين الشفويين المدربين اللي أخذين تدريب والبايلينجوال. أنتوا بتعرفوا يمكن إنه مشكلة الترجمة في المحاكم في كل دول العالم إنه أهم عنصر لهم هو البايلينجواليزم، احكي لغتين تعال ترجم في المحاكم. هذا في معظم المحاكم في دول العالم أو اللي إحنا بنعرفها من خلال الأبحاث، على الأقل الأبحاث اللي أنا ذكرتها في الاتحاد الأوروبي، في بعض دول العالم باختلاف في بريطانيا يمكن في عندهم ريجستر لكن المفروض تكون بايلينجوال بس ما في شروط كثير كبيرة. في أمريكا في تشدد شوي، في أستراليا في تشدد لكن مو كل دول العالم. فإذا بالنسبة للبايلينجوالز اللي بيقول لك untrained interpreters قالوا 14 منهم، 14 شخص عددهم 18، من 14 قالوا facilitator communication، بينما المتدربين قالوا يجب أن يكون منهم 18 شخص. language expert train interpreters حكوا 8 منهم قالوا language expert، طبعا عدد قليل. وأربعة لما translation machine رافضينها الثنتين،
كالتشرال اكسبرت ايضا هناك رفض بين يعني عدد اللي قبلوا بهذا الكلام قليل. اذا التركيز على فاسيليتيتور كوميونيكيشن. نيجي لموضوع الخلافات الثقافية الموجودة هنا. تجد الدراسة هنا الباحثة لك أن المترجمين الشفويين كانوا أكثر تحفظا من القانونيين على قضية اللي هي الترجمة والتدخل الثقافي، اللي كانوا أكثر تحفظا لك ما بنتدخل بالثقافة. أنا ما بعرف شو السبب، ولكن ممكن نتخيل السبب. لازم طبعا نحكي معهم شو السبب أنه عملته هيك، لكن احتمال يكون ما بدي يتحمل مسؤولية. أنا لو بالنسبة لي أقول لك أنا ما بدي أتحمل مسؤولية، ليش لحتى أتحمل شغلة تطلع غلط؟ لكن ممكن ما يكون هذا السبب، ممكن يكون أسباب أخرى، ممكن يكون هيك تعلموا، هيك تدربوا، ممكن يكون هيك السيرتيفيكيشن تبعهم كان، ممكن يكونوا حلفوا يمين إنه ما يعملوا، فيجب دراسة هذا الموضوع. ما زلنا نذكر على فكرة هذه الدراسة فقط في أستراليا، لكن تسلط الضوء على أشياء كثيرة في دول العالم الأخرى. تفسير المشكلات الثقافية، هذا الذي أنا فعلته. طيب ماذا عن أستراليا؟ أنا فسرت مشكلات ثقافية هائلة في تلك المحكمة يعني. القانونيين 47% قالوا نعم، بمعنى آخر المعظم قالوا لا، بس هي نسب متقاربة النصف تقريبا يعني قالوا نعم. المترجمين المحاكم الشفويين قالوا معظمهم قالوا لا، يعني 33% فقط قالوا ممكن نقبل انه يكون من دوره انه يشرح الاشياء هاي. انا بالنسبه لي قلت لكم شرحت، فمعنى ذلك انه الكونسبتس في استراليا يختلفون معي فيما فعلته، اللي هي قواعد الخطاب السيد السيدة فلاني إلى آخره 30% 11% أيضا نسب متقاربة، يعني متقاربة من ناحية الرفض، رافضين هذه الفكرة أنه يتدخل المترجم في هذا الموضوع. Cultural Customs and Behavior 22% 19% رافضين رافضين. Cultural Concepts الأفكار والمفهومات الثقافية 19% 19%. هذا الكلام أنا أعتقد أنه سطحي غير قابل لا يودي ولا يجيب صراحة. هذا اعتراض الوحيد على هذه الدراسة هنا، أنه لا يتحدث عن أنت الحقيقية. طيب لماذا فعلت كذا؟ لماذا عملت كذا؟ على كل حال نستطيع أن نقول أن الباحثة أرادت أن تأخذ درجة الحرارة العامة temperature لكي تمهد لنا الطريق نحن أن نعمل investigation. فإذا المترجمة ساعدتنا كثير الآن، أعطتنا نتائج رائعة. الآن دور المترجمين في أستراليا المفروض أن يتابعوا من هذه الدراسة ليعرفوا لماذا المترجمين ما بدهم هاي او بدهم هاي او الى اخره. انا وجهة نظري من ناحية من ناحية دراسات خاصة في القانون، ومن خلال بعض المبادئ الموجودة في القانون، اعتقد انه في عندنا الكالتشرال كونسبت، في عندنا اشكالية في الاثر القانوني، والاثر القانوني ممكن يضيع القضية كاملة. فلذلك ما هو دور المترجم الشفوي في تفسير ذلك اذا كان يعرف ان ذلك سيؤدي الى اثر قانوني مختلف، كما حدث في قضيتي مثلا في الترجمه الشخصيه. في قضيتي ذكرت الشاهد شيء كانت ستتغير القضيه كامله بسببها، فانا وضحت لهم الفكره الثقافيه وكتبوها عندهم. لكن انبهكم ان انا في البدايه قلت لهم هل تريدونني ان اشير الى الكالتشرال كونسبتس ام لا؟ قالوا لا بأس. أما من ناحية اليمين، أنا حلفت يمين لأني حلفت يمين وقتها، عم بعمل هيك شوي انتروسبكشن، عرفتوا علي كيف؟ وطبعا الانتروسبكشن هي واحدة من مصادر المعرفة التي يمكن الإشارة إليها على سبيل الاستئناس من أجل إجراء أبحاث عنها. أنا أشير إليها، لا أقول أنها حقيقة دائمة، لكن أقول هذا ما حدث كانتروسبكشن، أتركها لكم لكي تعملوا أبحاث عن هذا الموضوع وتروا إذا ما كان ذلك ينطبق أم لا. الذي حدث صح، أنا حلفت يمين، لكن حلفت يمين على ايش؟ ان اعطي ترجمه دقيقه دون اي زياده او نقصان، هذا اللي انا حلفت عليه في المحكمه الامريكيه. هذا الحكي قبل حوالي 10 سنوات. لا مو 10 سنوات، في عام 2010 2011 تقريبا هيك، يمكن 10 سنوات. ف حلفت يمين وقتها اني هذا، انا ما حلفت يمين اني ممنوع احكي عن المشكلات الثقافيه. على العكس تماما. حلفت يمين اكون صادق معهم وأوضح لهم الأشياء، واتفقت معهم إني إذا في مشكلة بكلمة، حدث معي إنه في مشكلة بكلمة ما عرفتها، إنه مهنة دكتورة ذكروا لي مهنة أنا ما قلت لهم ما بعرف. بإمكاني طبعا أستخدم التليفون وغيرها، بس أنا المحكمة يعني ممنوع أستخدم تليفونات وكذا يعني. فهي مش محكمة، كانت ديبوزيشن أوف ويتنسز على فكرة، مش محكمة، مش هنكون دقيق، لكن نفس سياق المحكمة. فاللي عملته انه ما استخدمت لا تليفون ولا اتبعت الاصول اللي انا بعرفها، اصول المحاكم. قلت لهم انا ما فهمت عليك، اشرح لي اكثر، اشرح لي اكثر، اشرح لي اكثر. بالاخير
قال لي خلاص احكي لها الممرضة، هيك صار يقول لي، الطبيبة اللي كانت لابسة أبيض وشعرها أشقر وطويل وهي طويلة إيش حكت لك؟ فصاروا يضحكوا فيما بعد، كل شوي مضطرين نحكي بهاي الطريقة، لأني ما عرفت اسم المصطلح شو هو هذا الطبيب اللي ما هذا، بس هذا يمكن كان جيد بالنسبة لهم إنه ما تدخلت من عندي ولا اخترعت من عندي كمثال يعني. على كل حال هذه القصة حبيبتي. ننتقل إلى موضوع الـ Accuracy in Reproducing Speech Style Expectations versus Practice. Expectations طبعا في ناس تتوقع شيء، ممكن المحامي يتوقع منك تعمل شيء بس أنت بتمارس عملية شيء ثاني. نأتي هنا أيضا إنه كيف ممكن تترجم، هذه مهمة جدا أيضا، المسبات والشتائم واللغة البذيئة. 68% من القانون قالوا اترك كل شيء كما كان، والمترجمين أيدوهم في هذا الموضوع. هذا نعم من خلال الخبرة العملية التي أجدها والتي أسمعها عن مترجمين من خبرتي عن براكتس، على فكرة مش بأبحاث، أنا لا أعرف عن الأبحاث حول هذا الموضوع، لكن هذا البحث يؤكد ذلك. يقول حتى لو كان كلام بذيء أنت مضطر أن يعني تتحدث عن كلام بذيء كما هو، لأنه فيه له أثر قانوني. Repetition التكرار. التكرار وفقا لمدونة السلوك في كاليفورنيا تقول إذا كان هناك تكرار لازم تعمل تكرار. 65% 63% وافقوا على هذا الكلام. أنا بالنسبة لي لا أعرف هل هذا الشيء موجود في المحاكم العربية ولا، إخوة الأكارم الباحثون ابحثوا عن هذا الموضوع تكرار، ستجدون اختلافا كبيرا جدا. أنا أعرف ذلك، أنا أعرف تمام ذلك، يعني أجري أبحاث عن هذا الموضوع وأعرف أن هذه النتيجة ستكون غريبة لكم، لكن الريبتيشن فيها اختلاف تماما. Ambiguity أنه إذا كان في هناك كلام يحتمل معنيين ماذا يفعلون في ذلك؟ قال يجب أن 58% قالوا أبقي عليها ambiguous كما هي، 69 قالوا أبقي عليها. Grammatical errors هذه 54% 42%، هذه أيضا لا نستطيع أن يعني نتعامل معها بكل سهولة. ما معنى grammatical errors؟ أنا بقول لكم إياها، هذا معروف دائما. هلا شخص بالإنجليزية قال I am requested the judge، هو قصده I request the judge، أنا ما فيني أترجمها إنه أنا أطلب إلى القاضي، يجب علي أن أترجمها أنا مطلوب مني القاضي، هيك لازم أحكيها. فهل لازم أحكي الأولى ولا الثانية؟ هون هيك آرائهم كانت، 42% قالوا خليها جرامر ميستيك مثل ما هي، البقية قالوا صلحها، 54% قالوا لا يعني أبقيها على حالها، الباقي قالوا صلحها. hesitation and positive هذول موجودات أيضا في مدونة سلوك المترجمين الشفويين لمحكمة كاليفورنيا، ارجعوا عليها مشان تشوفوا القاعدة الأساسية. وأيضا الإخوة اللي كانوا شايفين هدول 1 2 3 4 5، هؤلاء يعني نتيجتها ستكون مذهلة إذا ما طبقتوها على المحاكم العربية في بلدك الأخ الكريم. اعملها هاي، أنا بعطيكم بحث كامل عملية بس تعملوا عليه، اللي بيسألوني إيش أعمل أي بحث عن الترجمة الشفوية أعمل يعني بحث عن هذه النقاط. repetition مثلا التكرار وتعامل المترجمين مع التكرار في المحاكم العربية، اختر لك أكثر من محكمة، اعمل مقابلات مع المترجمين، شوف البراكتسز اللي بيعملوها. الآن ننتقل على الـ Evaluation. أنا بدي أحاول أتجنب أشياء كثيرة جدا، بالأخير هي خلصت الباحثة إلى وجود conflicting views between them، وخلصت إلى ضرورة وجود certification ومعايير خاصة في هذا الموضوع، ويجب أن تكون هناك دراسات empirical تقول empirical studies حول هذا الموضوع لكي تحقق فهم أكثر، وفي النهاية تقدم شكرها إلى الأشخاص الذين ساهموا لها في المراجعة والدراسة الخاصة في هذه في هذا البحث الجميل جدا صراحة، واستنتجت منه بوجود خلافات. هناك فقط كلمة مرت عليه، ناتي إخوة الأكارم، ناتي هي جمعية المترجمين الأستراليين، اذهبوا إليها لأنه لديهم معايير قوية جدا بالنسبة لموضوع ترجمة المحاكم والمعايير وغيرها، كتير شيء رائع، قدموا أشياء رائعة جدا. أيضا تستطيعون أن تعملوا دراسة حول معايير مدونات السلوك الخاصة بالمترجمين الشفويين للمحاكم في عدة دول عربية وأيضا في الأبحاث الأجنبية. بهذا أكون قد انتهيت من مراجعة هذا البحث الرائع اللي هو Conflicting Views and Court Interpreting Examined Through Surveys of Legal Professionals and Court Interpreters. أتمنى لكم الفائدة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.